والناس شافت. نعم أخت ميسا، قبل ما يعني بدي أنتقل للإشي الإيجابي، بس في كمان منطقة رحنا لها اللي هي دوار النعيم، بعرفش إذا الصورة موجودة، ممكن يكمل في عرض الصور، إذا شفته يمكن رح أتذكره. هناك طبعا كانت مأساة، هناك أعلنوا النصرة، وهناك إذا بتتذكري قطعوا الرؤوس، أيوة يمكن قريب من هذا المكان، أيوة بهذا الدوار فعلا شايفين الحديد اللي طالع، كانوا بيفتخروا أنه قاطعين الرؤوس ومعلقة 200 رأس معلق حوالي هذه الدائرة. شو كان شعورك أخت ميسا؟ يعني أنا الرقة أخ نزار زرتها من 10 سنوات تقريبا، يعني قبل الأزمة بشي 3 سنوات، وهذا الدوار بالذات هو من الساحات المشهورة في الرقة، ساحة النعيم اسمه بسبب جماله، يعني ساحة النعيم بسبب جماله. كان منطقة فعلا خضراء، الساحة كلها خضراء، كانت الأبنية اللي على اللي موجودة بمحاذاة الساحة أبنية كلها من الأبنية الفخمة الجميلة، الإضاءة اللي موجودة فيها ملفتة، اللي بتمتد بعدين على شارع اسمه السوق الشعبي أو السوق الرئيسي في الرقة. فأنا من 10 سنوات زرت هالمنطقة، كنت بمهمة تلفزيونية وشفت الجمال اللي موجود بهيدا المنطقة. فأنا أول ما وصلت وقالوا لي هيدا ساحة النعيم، أنا أول شيء معرفتها، لأنه حقيقة تحولت من ساحة نعيم إلى ساحة موت مثل ما هن سموها. فكان ما فيني يعني أوصف لك شو كان شعوري. شعوري كان مختلط بين الصورة القديمة اللي أنا بعرفها وبين الصورة اللي شفتها على أرض الواقع من 10 أيام. فحقيقة مو عيوني اللي كانت عم تبكي، كان قلبي عم يبكي، كان قلبي من جوا عم يبكي، إنه ليش السؤال، ليش شو السبب إنه إيد الإنسان تعبث بالجمال؟ ليش إيد الإنسان توصل نفسها لهذا الشيء اللي نحن شفناه على أرض الواقع، الجثث المرمية، بعدين مشهد اللي نحن كمان شفناه عبر شاشات التلفزيون وقت اللي دخلوا على هيدا المنطقة وأعلنوا انتصارهم، كيف كانوا حاملين أعلامهم وعم يدوروا بالساحة، والرؤوس للأسف كانت موجودة على من داير مدار الساحة 200 رأس وقتها نحن شفناها على شاشات التلفزيون. فشعور صعب انه نحن بالمكان نفسه اللي انه تتحول هيدي الساحه من النعيم الى الموت. يعني طبعا في بعض المناظر كنا نصورها اخت ميسا، بس برضو كان صعب علي حتى اوقف للكاميرا للتصوير، لانه كنت لازم امشي وعامل هيك يعني بغطي منخاري ومش قادر، ومثل الروائح الروائح يعني اكثر من اسبوع والروائح في نفوخي مش عم بتروح. صحيح. من ريحة. صحيح. الموت والذباب، الذباب اللي قالوا لنا يعني كان بكثرة موجود بالمنطقة، وحقيقة قالوا لنا اعملوا جهدكم ما تخلوا يعني الدبان يوقف عليكم مشان ما يكون في أمراض للطاعون أو هيك شيء. فحقيقة كانت دخلة صعبة، مهمة صعبة، لكن نشكر الرب أنه نحن دخلنا، والرب أكرمنا أخت ميسا أنه أعطونا يعني الامتياز أنه حتى قنوات إخبارية ما دخلوهم. صحيح. وصورنا براحتنا ومشينا وكانوا بيشرحوا لنا. نعم. وبعدين هناك صلينا مع الكل، ما خلينا حد. نعم. صلينا معاه، صلينا. نعم. في. نعم. الساحات، وفعلا رجعنا يعني بطريقة نبوية، انه بدل ما تكون ساحة الموت تعمر وترجع مش بس ساحة النعيم، تبقى ساحة الحياة. وهي الرسالة. نعم. اللي الله بيتركها مثل ما قال في القديم على لسان موسى، قد. نعم. جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة. الله بقول لك اختار الحياة.